لا غير باش نعرف انترنت باش كتبدا بروتور بالواي فاي او لا بالمودم او لا بالمودم روتور عاد الواي فاي. اليوم الموضوع البرنامج ديالنا غيدخلنا العالم ديال الانترنت باش نتكلموا ونتعرفوا اكثر على الواي فاي الروتر والمودم. الموضوع ديالنا اليوم هاد ثلاثه الكلمات روتر واي فاي مودم. اليوم الموضوع ديالنا روتر مودم واي فاي، ولكن كنتكلموا بالنسبه للاورديناتور الثابت ديال الدار ماشي البورتابل المحمول. الاورديناتور الثابت ديال الدار باش يكون ودخل ليه انترنت ولا بدا من الخيط ديال التليفون. الخيط ديال التليفون هو اللي كيجيب المعلومات وكيوصلها للاورديناتور. هنا غادي يدخل الدور ديال المودم. المودم غادي يحول هذيك المعلومات اللي جات مع الخيط ديال التليفون وغادي يردها لغه ديال الارقام 0 1، وهكذا من معلومات جات من التليفون من الخيط ديال التليفون غادخل بالارقام وغيمكن لينا نشوفو ونتعرفو ونتواصلو بانترنت. دابا غادي نقولو بان انترنت وصلت لعندي للدار، متفقين. دابا غنتكلمو على جهاز واحد اخر حتى هو مهم، ماشي مهم باش يكون عندي انترنت، انترنت هي كاينه. غادي نشوفو الاهميه ديال هذا الجهاز، الاسم ديالو روتور. باش ما نخلطوش نقولو بان دابا الاورديناتور فيه المودم وعندي الخيط ديال التليفون، اذا انترنت عندي يمكن ليا نتواصل. نتكلمو على جهاز روتور، يعني موجه او لا موزع. مثلا في الدار كاين ثلاثه ديال لي زورديناتور، هاد ثلاثه ديال لي زورديناتور باش نوصل لهم انترنت غادي نخرج ثلاثه ديال الخيوطه من الروتر من الموزع، وهكذا بثلاثه بهم غادي يكون عندهم انترنت. تكلمنا على الموجه او الموزع بثلاثه ديال الخيوطه، نحيدوا الخيوطه غادي يخدم هذاك الموجه، ولكن خصو يكون مصوب ديك التقنيه. غادي يخدم بحال الراديو ولا التلفزيون، غادي يوزع انترنت على الهواء مباشره كيف كنقولوا، يعني غادي يخدم تقنيه اللي كتسمى التقنيه ديال الواي فاي. اذا روتور واي فاي نقدر نحيد الخيوطه والدار فيها انترنت. اختارنا هذا الموضوع هذا لان كثير من الوقت ملي كنمشيو نديروا الاشتراك كيطرحوا عندنا اسئله دغيا وكلمات كنسمعوها ولكن ما عارفينهاش. حنايا في الحلقه ديالنا خدينا القرار اننا نقسموا هاد الكلمات بثلاثه، مودم واي فاي روتور، ولكن ملي كنمشيو نديروا اشتراك كيقولوا لنا وكيعرضوا علينا جهاز واحد فيه هاد ثلاثه ديال التقنيات واي فاي مودم وروتور. ملي كندير الاشتراك كيجي التقني وكيصاوب ليا كلشي وما يبقى ليا انا الا نخدم في انترنت ونتواصل بانترنت ونستهلك بالمتهلك.